جاي من عضا بصوت خاضي بإنجاز الخبرة في حل هذه أول تعبير خاطئ. ثانيا ليس هناك في ملف خبرة وإنما هو تقرير رابور ديكستراديسيون استخراج واستنتاج. ففرق بين الخبرة والتقرير. وضحنا بلي ما كانش خبرة، كان تقرير استخرج بعض الأشياء من بعض الأجهزة واستغلت في البحث. ففرق بين التقرير. ثانيا حاولوا ما أمكن أن يعتبروا مكتب ممارسة مهنة الصحافة منزلا حتى يستفيدون من حماية المنزل. المنزل محمي في الدستور، وبتعبير آخر السكن، حينما المحل الذي يسكن فيه الشخص يبيت مع أسرته وينام، هذا هو اللي عنده الحماية ودير لهم أحكام وآراء الفقه. المسكن والسيارة ممكن تكون مسكن ويدخل الدار والشرح بيس اللي ساكن فيه مولاه تحت واش مسكن ماشي مسكن، وهذا راه من الأحكام القضائية. وقلنا لهم أنتم كتقولوا هو كيتصرح في المحضر الاجتماعي ليه بأن يسكنوا بالرباط في زنقة سمو صريح بوجه اللي قلنا أسكنوا في الرباط يعني مسكنوا في الرباط. كيقول المذكرات ديالهم تم اقتحام مقر المؤسسة الإعلامية. هالمؤسسة مسكن. في مذكرة أخرى يقول تم الدخول تفتيش المقاولة الإعلامية أو الشركة الإعلامية. أحد دفاع يقول مكتب. إذا قلنا ودي يقول لنا واش هذا سكنة ولا شركة ولا مؤسسة إعلامية ولا مكتب مهني، يتفهم مع راسه. راه هو قال لكم أنا أسكن بالرباط، هذا محل ممارسة العمل ولا يستفيد من ضمانات المسكن، حيث المسكن الذي يسكن فيه الشخص المستودع السر هو اللي خصو يكون آمن. أما المحلات الأخرى لا ليس لها أية حصانة باستثناء مكتب المحامي الذي لا يمكن دخوله إلى مشروع. أما إن تعلق أمر المكتب أو صاحبه ملزم بكتمة السلماني فليس معنا بسلسلة. هناك تفتيش كل ما في الأمر شعرني مع موت اتخاذ احتياطات لعدم تصرف أي سر مهني.